أنا أخت محمود محمد عبد السميع، مفقود من أحداث المذبحة. عنده 4 عيال، العيال تعبانين نفسيا، بيروحوش المدارس، فيهم واحد مش بينام إلا هو بجلابية بتاعة أبوه في حضن، ومعايا صورته ومتصور معاه. كان معلم ولما النصر يهم الشهادة، ما عملش أي حاجة، كان كل هدفه يدافع عن دينه، مش منتمي لأي حزب، كل هم محمود يدافع عن دينه. وكان العقاب إن هو فقدناه، مش لعينه لا حي ولا ميت. أمي ست كبيرة بتنام وتقوم على اسم محمود، خلاص بيقولوا عليها اتجننت. نروح فين؟ نروح فين؟ ولا عارفين إن ده علقة ولا جسمها اللي بيقوم أزرق. حسبي الله ونعم الوكيل، 4 أطفال، أكبر حد فيهم 8 سنين، وأصغر حد 3 سنين، ما عملش أي حاجة، مسلم، كل همه يدافع عن دينه، مش أكتر من كده، والله ما عمل حاجة أكتر من كده. ليه محمود بتروح يقول بندافع عن ديننا وعن صوتنا؟ لو سيبنا البلد خلاص الدين هيروح. ده كل هم، كل اللي عمله هو ذنبه ده؟ حقه على بلده فين؟ حق الـ4 أطفال فين؟ فين حق العيال دي؟ بيعدي العيد، عدى عيد ورا عيد والتالت جاي، وكل مرة بنصبره. الواد بيقول قولوا لي أبويا في الجنة ولا عند إسرائيل؟ عيل صغير عنده 5 سنين بيقول قولوا لي أبويا في الجنة ولا في إسرائيل؟ بيقول على الجيش إسرائيل دلوقتي، خدوا منه أبوه، مش عارفين هو فين. أنا مش عارفة أقول أي حاجة ومش مرتبة أي حاجة للكلام، بس كل حد بيسمعني يتخيل ابنه في نفس الوضع، ولو عيل صغير بيسمعني يتخيل أبوه في نفس الوضع. أمي بتدعي دعوة للسيسي ولمحمد إبراهيم، يا رب تبقى من نصيبه، يا رب ينشف الدم في عروقه ويحرق قلبه على أعز ما يملك، وينولنا ده وإحنا عايشين، ونشوف نظر الإسلام يا رب وإحنا عايشين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.